محدش يقول لي الكلمه الغبيه دي. انتوا عاوزين تجننوني؟ عاوزين تجيبوا لي نيرف شوك تقضي عليا؟ يعني ايه بسيطه؟ تيجي منين البساطه في كارثه زي اللي احنا فيها دي يا دكاتره؟ انتوا عارفين يعني ايه شكاوي بالمعنى ده؟ تروح نسخه منها للوزاره ونسخه للنقابه ونسخه لجنه الصحه في مجلس الشعب؟ يا فندم دي كلها شكاوي من مجهول يعني. وات ايفر، ان شاء الله اللي يكون كاتبها كائن فضائي جاي من المريخ. اي شوشره سخيفه زي دي كفيله انها تدمر سمعه المستشفى. ثانيه واحده. ايوه انجي. مين؟ يا نهار اسود، طب حوليه بسرعه. ايوه يا فندم، انا الدكتوره شاهيناز رستم. يا بنتي عمرها ما وافقت على حاجه زي كده قبل كده، اشمعنى يعني هتيجي توافق عليها دلوقتي؟ على فكره يا شهد، انت بجد خنيه اخر حاجه. يا بنتي ما تجربي، ما يمكن توافق. كلميها دلوقتي حالا قدامي. دينا نشوف. 15 مس دكول. ايه ده مين؟ دي مامي. بقولك ايه، انا شكلي كده مش هقدر افتح معاها الموضوع ده النهارده. ايه ليه بس؟ علشان هي ما بتعملش كده غير لما بيكون في مصيبه. افتحوا لي غرفه الافاقه الجديده، عايزه اشوفها بنفسي. وفين السكيورتي؟ انا مش قلت عاوزاهم كلهم هنا؟ جايين حالا يا دكتوره. فين بقيه الناس؟ فين البي اي بي؟ حاضر يا دكتوره. جهزت الغرفه؟ جاهزه يا فندم. 201 افضل جناح في القسم كله. طب روح اسبقني على هناك وتاكد بنفسك ان كل حاجه شغاله، التلفزيون والتكييف والتليفون، كل حاجه كل حاجه. حاضر يا فندم. سيكيورتي يا دكتور. انتوا الاثنين على سكشن 5 بسرعه، وانتوا تقفوا على الباب الرئيسي، والباقي فضولي البارك الكبير فورا. مش عايزه الاقي فيه اي عربيه حتى الامبلنس، مفهوم؟ اتفضلوا. عملت ايه يا مصطفى؟ طمني. للاسف يا دكتوره ملوش اي اثر. يعني ايه ملوش اي اثر؟ انا مش قلت اتصلنا بكل مكان ممكن يروحوا او يعدي عليه. عياده السيده زينب والدراسه، مستشفى بالريش، مستشفى سرطان الاطفال، مركز الاشعه، برضه مفيش فايده. تليفوناته مقفوله لغايه دلوقتي. وعزه السواق بيحلف انه وصله الفيلا الساعه 3 بعد الظهر، وقال له انه محتاج ينام شويه مش محتاج ينزل تاني، ودي اخر مره يشوفه فيها. اقلب الدنيا يا مصطفى، خد كل الرجاله اللي بتحتاجهم وتثق فيهم وهاتهولي هنا باي طريقه. انت ما تعرفش اللي جاي ده يبقى مين. مش قادره اوصف لك حجم المصيبه اللي هتحصل لو الناس دي جت وما لقوهوش هنا في المستشفى. حاضر يا دكتوره. الموبايل يا دكتوره. مين؟ الانسه شهد. ايوه يا شهد، انت فين من الصبح؟ انا مش قايله لك ما تعمليش موبايلك سايلنت حتى وانت نايمه. خلاص يا شهد خلاص. ما تعرفيش بابا راح فين؟ لا طبعا يا مامي، هو في حد بيعرف بابي بيروح فين وبيظهر امتى؟ لا ما شفتوش النهارده. حاضر يا مامي، لو رجع البيت او اتصل بيا بالتليفون انا هكلمك على طول. مامي سوري، بس انا كنت عايزه استاذنك في حاجه. انا كان عندي اكزامز والحاجات المهمه كلها عند موني يعني، فكنت بس عايزه بفكر يعني ان انا اروح لها البيت اذاكر معاها شويه. بجد يا مامي بجد ميرسي ليكي قوي. حاضر تمام ماشي يا مامي، ربنا يخليكي ليا. ماشي اوكي باي باي. مش معقول دي عمرها ما وافقت على مشوار زي ده بسهوله كده. علشان بعد كده تصدقي وتسمعي كلامي من غير اني اوبجكشن. يا بنتي الشيخ حسان ده جامد جدا، مفيش حد في الوسط الفني مش بيروح له. امال انا عرفت فؤاد عوني ده منين؟ يعني هو كان عنده وانت هناك؟ يس والله يا شهد، اول ما كلمته عنك اداني الكارت وحدد لي الميعاد من غير ولا كلمه، وقال لي اي حد يطلب مني اي حاجه في حضره الشيخ حسان مش ممكن اردها ابدا. صدقي انا قربت اصدق. يعني بصي، يعني هو قال لك ان هو فعلا هيسمع صوتي؟ امال يعني هو محدد لحضرتك ميعاد في الاستوديو بتاعه ليه؟ تفتكري يعني عايز ياخد رايك في الحانه؟ اكيد طبعا علشان يسمعك يا مجنونه. يلا خلينا نلحق. طيب بقولك ايه، مش نتصل الاول ونأكد على الميعاد؟ مش هيرد. ايه هو قال مش هيرد على ارقام غريبه عادي يعني. وبعدين بقولك ايه، ما تخلصي بقى، احنا رايحين مكان بعيد على فكره مش قريب، والبلد دلوقتي بتبقى زحمه. ولعلمك بقى يا شهد، الفرصه دي لو راحت منك انت مش هتعرفي ترجعيها تاني ابدا. يلا.
كل استشاري أونكول يجي فورا. حضرتك هتكلمي لي حد من عندك يعمل لي حصر بأسماء كل نزيل في المستشفى. حاضر يا فندم. وحتى اللي محجوزين في الرعاية والطوارئ. كشف زيه بأسماء الدكاترة والإداريين والممرضات والعمال وأفراد الأمن. قصدي حضرتك المتواجدين النهاردة؟ اللي موجود واللي غايب واللي واخد أجازة طويلة أو قصيرة. بس ده هياخد وقت شوية يا سعادتك. إيه يا دكتور؟ فين الدكتور سليمان؟ على وصول سعادتك. أفندم هو مش موجود في المستشفى؟ أمال إزاي؟ ما هو حضرتك على ما نعمل الإشاعات المطلوبة. تحاليل إيه وإشاعات إيه؟ الدكتور سليمان فين يا دكتورة؟ في ندوة. ندوة طبية مهمة جدا. وقافل موبايله، هو أصله لما بيندمج بيعزل نفسه عن أي حاجة. نتكلم فين يا عوزف؟ أصل الظروف سعادتك محدش يقول لي ظروف وجوابات، أنت قلت الدكتور سليمان موجود وهيتابع الحالة بنفسه، فات ساعة ونص من ساعة ما دخلنا ما شفناهوش. مش موجود ومش هيقدر يجي، كنت تقولي لي كده من الأول، وأنا أعرف أحاسب السبب في المهزلة دي، لكن تخدروني كل شوية بالكلام مش هينفع. هدي نفسك يا فندم، أنا هفهم حضرتك. هدي نفسي إزاي يا دكتورة بالمهدئات؟ هو انا ما كنتش اقدر اخده واسافر لندن في الكام ساعه اللي استهلكناهم دول، وهناك هلاقي الاشطر من الدكتور سليمان الف مره. كلموا لي وزير الصحه حالا، انا غلطانه واستاهل الحرق اللي جيت المستشفى العجيبه دي. بعد اذنك يا فندم. يخرب عقلك، وانت عرفت منين؟ اصل يعني أصل ايه؟ هو ايه اللي اصله وما اصلش؟ ما تنطقي. اصل الدكتور سليمان متعود يزور جماعة حبايبه كده عندنا يعني في الحتة، وامبارح كان سألني عن واحد جارنا بعافية شوية وقال انه هيعدي يطمن عليه النهاردة، قمت انا بقى لما لقيت الدنيا مقلوبة عليه قلت طقص بنفسي يمكن الاقيه، فاتصلت بقى مشحات البقال وقال لي انه شافه قاعد في قهوة برقش. برقش؟ اجري انده لي مصطفى بسرعة. حاضر يا دكتور. بسرعة. ما ديش لحد يا ابني. سامحيني يا دكتورة، انا اصلا حسيت ان الحوار الجانبي ده يخص الدكتور سليمان، فاضطريت اتجسس عليه. يا ريت بقى حضرتك تريحي نفسك خالص وتسيبينا اتصرف. انا سعاده الباشا يا 6000 مرحبه. طامع نبو سالي البهوان. شفت ايه يا عم انت تتهرج؟ سعادتك احنا تمام التمام وزي الفل وكله في مجرى القانون، دي رخصه السياحه. دكتور سليمان العريني تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ في حد في مصر كلها ما يعرفش الاستاذ فؤاد عوني؟ دي اجدع مزيكاتي خلقه ربنا. مزيكاتي؟ معلوم. اصلا عدم المؤاخذه يا راجل سميع، دماغي دي بقى يعني يا ماستر لو سمحت. ماستر ايه انت كمان يا حاج؟ احنا نقصد تعرف عنوان الاستوديو بتاعه؟ مش هو شخصيا يعني، اصل العمارات هنا كلها شبه بعضها. العنوان العنوان في قفايا عدل. قفاك؟ قفاك ازاي يعني؟ الاستوديو بتاعه في العماره دي، واني البواب بتاعها. لا مش ممكن. مش ممكن بجد، انا مش مصدقاك، انا ما شفتش كده. انت اوفر اخر حاجه. ايه ده؟ أمر يا أمر، أي خدمة؟ سلام يا باشا، هو ده البيت سعادتك. كل الواد اسمه إيه؟ اسمه فتحي يا باشا، فتحي عبد العزيز شبان. نبعت حد يجيبه يا فندم؟ جيب حد إيه يا إبراهيم؟ هو مسجل ولا سوابق؟ ده دكتور لازم أطلع أجيبه أنا. إيه اللي جاب الراجل المنطقة أصلا؟ احنا لسه هنبسبس يا عم فتحي، ما الموضوع يتقال في كلمتين. الفرد شرد عن القطعيه في التماسي وانت حبسته بشويه غله، وانا دلوقتي جاي علشان افك حبسته بالاصول. لا عدم المؤاخذه يا دكتور، انا ما طمعتوش. لا طمعته يا فتحي، طمعته يا فتحي. الحمامه دي نبيها ومتربيه كويس قوي، ومستحيل تحط على عيب غريب، وانا مش هتوه على فرد انيته وفرخته على ايدي. ايوه يعني بس عارف اللي هتقوله يا عم فتحي، عارف اللي هتقوله.
الفرد ده نادر حبتين وماره حراق، وانا عنايا ليك. اللي هتطلبه هتاخده دلوقتي حالا فوقيه بوسه ومن غير فصال. لا بقى، العمليه دي متخشش دماغي ابدا. دكتور مين يا عم الحاج؟ ده انت برمت دماغي ولفتها في خمس دقايق بس، ولا اجدعها تاجر في الجماليه وشارع الجيش. ما تخلص بقى فتحي، ارمي بعضك، خلينا نخلص. عشان خاطرك انت بس ورقتين كبار، تعرف لو حد تاني. لا 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 لا، ورقتين كبار ده ايه؟ انت برضو مقامك 200 جنيه يا عم فتحي. لا انت مقامك عندي اكبر من كده بكتير. امسك يا فتوح. 500 اهيف؟ يا نهار ازرق، تصدق بالله؟ لا لا الا الله. انا لو واحد خطف مراتي وجي عشان يساومنا عليها، وربنا ما ادفع فيها الفلوس دي كلها. يا عم ولا انا. دكتور سليمان، بشوف بصلاة عليك. مساء الخير. دكتور سليمان العريني؟ ايوه يا فندم، انا سيادتك مين؟ المقدم حسام خليل. مين؟ انت متاكد يا رمزي؟ طب امتى حصل الكلام ده؟ في مستشفى ايه؟ اشمعنى يعني مستشفى العريني؟ طب انت فين دلوقتي؟ لا 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 لا، خلاص يا سيدي خليك انت، انا حابب حد يكون صرع عندي هنا. يلا سلام. هدى امر يا فندم، اعطيني ارقام مستشفى العريني، موبايلات وارض بسرعه. حاضر. يا تامر، مين اللي صرع عندك؟ ها؟ طب اسمع، ابعت لي ازكاهم واخفهم حركه. يا سيدي امين عزام، نقلوه مستشفى العريني، شكله بيودع. قول يا رب. عندنا في المستشفى بتاعتي؟ من ثلاث ساعات، والحاله في منتهى الخطوره. يا نهار اسود، تلاقي البوتاجاز شايط على الاخر. فندم؟ لا ما تاخدش فلسفتك. طب يا ريت نتحرك بسرعه جدا، لاني ما عنديش وقت اضيعه اكتر من كده. يا سيدي ما تقلقش قوي كده، هو في وزير بيموت في البلد دي. فتحي عمر يا باشا، شوف لي وحيت ابوك تقفيصه. بلاش تقفيصه، شوف لي اي كرتونه بسرعه كده، بس خرمها لي عشان النفس. حاضر. نفس ايه يا دكتور؟ ايوه النفس طبعا، امال ايه حضرتك؟ تفطس؟ هي مين دي اللي هتفطس؟ الحمامه حضرتك. ايه مش روح دي كمان زي روح معالي الله؟ خلاص خلاص يا دكتور، روح يا ابني هات له اللي هو عايزه. تحت امرك يا باشا. على فين يا دكتور؟ هجيب عربيتي. لا معلش، حضرتك هتركب جنبي هنا، وهنستأذنك في مفتاح عربيتك لواحد من الرجاله يوصلها لك لحد المستشفى. وانا مقبوض عليا ولا حاجه؟ لا طبعا، احنا بس عايزين نريح حضرتك، وعايزين نجري شويه عشان نعوض التأخير اللي حصل ده في الطريق. حمدي امر فندم، خد المفتاح من الدكتور. تحت امرك. المفتاح لو سمحت. اتفضل يا سيدي. طب وحياة ابوك بقى حموده، علشان بس في مطب رزق القهوه على نصة القهوه، بقى خده كده سبعات في تمانيات لحسن العفشه قفشه. يا دكتور عفشه ايه؟ احنا متاخرين، اتفضل حضرتك. اتفضل يا سيدي، مش انتوا اللي عاملين المطبات دي؟ والله العظيم بركب يا ريس، العربية حتى قدامي اهي. ما تقلقش حضرتك، نص ساعة وهبقى في قلب المستشفى. حاضر يا ريس، حاضر. مع السلامة. هو في ايه وترتيني؟ خايفه قوي يا منى، حاسه ان لو قعدت قدامه صوتي مش هيسمع. لا يا فلحه اطمني، انت بس اول ما تقعدي قدامه كده قولي بركاتك يا شيخ حسان، وانت هتلاقي نفسك شغاله احلى شغل. طيب طيب، هي البروفه دي هتخلص امتى يا مادمازيل؟ سوري، دي بقى انا ما اقدرش احددها لك خالص. وبعدين انتوا مش قلتوا ما وراكوش حاجه وعندكوا استعداد تستنوا؟ طبعا نستنى جدا. وي ار فري. في ايه يا شهد؟ احنا ما صدقنا ان هو وافق على الميتنج ده اصلا. وبعدين ما المفروض يا بنتي ان انتي بايته معايا، ومامتك لا معاها رقم تليفون البيت ولا حتى الموبايل بتاعي، يعني كله بيس جدا يا فقريه. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه، داويها ازاي الكارثه دي يا ربي؟
ادويها ازاي؟ ادويها ازاي؟ لسه قافل تليفونه يا مصطفى؟ للاسف يا دكتوره لسه قافل تليفونه. وحضرتك عايزه منه ايه دلوقتي؟ ما حسام بيه بلغنا انه وصل له وعرف مكانه وجايين في السكه. ده مكان ياسر؟ ده مكان يجيبوا منه اكبر دكتور قلب في البلد؟ ده انا بكره سيرتي وسيره المستشفى هتتحكي على الربابه في الجرايد والفضائيات. انتي قلتي لي فين قهوه قرقش دي يا ست نجوى؟ برقش حضرتك. يا بنتي ما تفوريش دمي، انا مش ناقصاكي. فين القهوه زفتي دي؟ في السيده. اني سيده فيهم؟ ما بيروحهم كلهم. زينب. في السيده زينب. زينب، طيب تقدري توصفي لي المكان ده عامل ازاي؟ شكله كده يعني ايه؟ هقول لحضرتك، هي على ناصيه حاره متفرعه من شارع بورسعيد، جنب منها كده فرن بلدي وسنترال ودكانه فسيخ. فسيخ؟ فسيخ يا مصطفى، فسيخ. هاتلي حبايه فاليوم يا ياسر، اي حاجه اي حاجه، لان دماغي هتنفجر. يا دكتوره هدي نفسك ارجوكي، كل حاجه هتبقى تمام. لا تروح فين؟ دي هتفضل هنا لحد ما نخلص من المصيبه دي. انت عاوزينها تمشي في المستشفى تبرطم بالكلام ده وتنشر الفضيحه لكل الناس؟ ليه كده يا دكتوره؟ ده انا لساني كان يتقطع قبل ما ينطق بكلمه تاذي الدكتور سليمان. طبعا، وانت عندك اغلى منه. مش هو اللي جابك من جنب الفرن ودكان الفسيخ وشغالك عندي هنا؟ طمني يا دكتور صفوت، ايه الاخبار؟ استقرار نسبي، لكن الجلطه امباكتد يا دكتوره، مش هتستجيب للعلاج بسهوله. احنا قدامنا ساعتين بالكتير ولازم ناخد قرار. انا مش فاهم ايه الغريب في كده يا دكتور نبيل. نفس التعليمات اللي انا بقول لك عليها. انا عارف انا بقول لك ايه كويس، ولعلمك بقى التعليمات اللي انا بقولها لك دي مش بصفتي وزير الصحه، دي بصفتي طبيب قديم عارف امكانيات وقدرات كل دكتور موجود في مصر. انا مش عايزك تتاثر بالكلام اللي بيتقال على الدكتور سليمان وان تصرفاته غريبه، كل دي شكليات. المهم المضمون، دكتور سليمان العريني اشطر جراح قلب موجود في مصر. الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. مش مشكله يا دكتور نبيل، خد معاك طلياني انجليزي، المهم يكون معاك الدكتور سليمان هو اللي يتابع الحالة بنفسه. اوكي، يلا ربنا معكم، انا جاي مصر قريب ان شاء الله. يلا مع السلامة. مفيش فايدة فيك يا سليمان، مش مدي فرصة لحد يعرف قيمتك الحقيقية. رايح فين حضرتك؟ رايح فين؟ داخل المستشفى. ممكن البطاقة؟ بطاقة ليه يا ابني؟ ممكن البطاقة؟ من غير ما تزعق، بطاقة ليه؟ لو لينا عمر بقى لازم تفكرني احكي لك حصل ايه في 2007. باذن الله. دي حكاية. اتفضل. طيب اتفضل. مش انا قلت مفيش عربيات ميري تقف هنا؟ هو انا بتكلم هندي؟ اتفضل نظف لي المكان ده بسرعة. تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور. مساء الفل يا رجالة. يا دكتور، دكتور شاهين وصلوا الدكتور سليمان. مش عايزة أي لخبطة في اللي اتفقنا عليه، مفهوم؟ مساء الخير يا بنات. مساء الخير يا دكتور. كنت فين يا دكتور؟ دي الدنيا مولعة. وأنا مالي وأنا المطافي. بس يا بنت بلاقي لك حاجة منك. لا يلا على شغلكم، امشوا امشوا. ثواني يا حسام بيه، ثواني. اتفضل يا دكتور. ازيكم يا بنات؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ بصي يا رامة، تاخدي العلبه دي وتوديها مكتبي. خليك يا ماما في شغلك. خلاص اوعي تشغلي التكييف. فهماني؟ حاضر. هتفتحي الدرج التحتاني بتاع مكتبي، هتلاقي كيسه سودا فيها شويه ذره عويجه. ذره ايه؟ تاخدي منها بس شويه من اللي هتلاقيه في الكيسه دي وتحطيهم في العلبه، وتحطي معاهم شويه ميه في اي حاجه غامضه. ميه؟ هي العلبه دي فيها ايه يا دكتور؟ هي العلبه دي فيها فيل، يعني هيكون فيها ايه يا زكريا؟ مراجع. يلا. الحمد لله على السلامه يا حسام بيه. الله يسلمك يا دكتوره. طمنيني، اخبار الحاله ايه؟ كله تمام والحمد لله. يا ريت سيادتك تبلغ الهانم ان دكتور سليمان موجود وقدامه ربع ساعه بالظبط يجهز نفسه
ويدخل الرعاية فورا. تفضل يا دكتور، التعقيم جاهز وفي انتظار حضرتك. تمام. طب اعمل ايه يا ريس؟ طيب بقول لحضرتك حرس الوزير قافلين باب المستشفى، والنمله اللي داخله بيسالوها انت مين وداخله ليه، خصوصا الصحافه. يا ريس هم دول حد بيعرف يتكلم ولا يتفاهم معاهم اصلا؟ ده حتى النائب الاداري اللي اعرفه جوه المستشفى قافل تليفونه. الحل يا اما حضرتك تتصل بحد في الوزاره، يا اما تكلم الدكتوره شاهناز. بالزمة انت عندك مخ انت يا دكتور؟ انت حمار يا مصطفى وما بتفهمش اي حاجة. مش ممكن، مفيش مرة اطلب منك طلب ويتنفذ زي الناس ابدا يا مصطفى. اقولك عايز موبايل متين يستحمل كده مكالماتي ويسعفني في الظروف الطارئة دي، تجيب لي موبايل معفن منيل كل شوية يهنج كل شوية يفصل شحن. عفن يا دكتور؟ ده موبايل معاك يا سيدي. اخرس يا مصطفى اخرس، انت كمان ليك عين تتكلم؟ مش معقول ابدا كده. مش كفايه الورطه المقندله اللي احنا كلنا فيها بسببك دي، بسبب نباتك ومخك اللي زي الطوبه ده؟ مش معقول. الدنيا مقلوبه عليا والراجل مرمي في الرعايه وانا تايه في الشوارع، ولا عارف اعمل مكالمه، ولا عارف اطلع رقم من الموبايل العيال اللي انت جايبولي اللي ما فيهوش الا رنات رنات رنات. يا بنتي بالراحه، ما تقفليهاش قوي، بتخلي اقفليها كويس يا داليا. ما تقفلي كويس يا داليا. الله، احنا نظر لا بقى في ذمه ولا بقى في ضمير. يا ساتر. ولا السواق البيت سواق اللي بياخد مرتب وكيل وزارة شايفني وانا خارج بالعربية وعارف ان ما فيهاش بنزين، ولا كلف خاطره انه يقول لي فليح لي بس في الهنبكة. الحمد لله على السلامة يا دكتور، البركة فيك يا دكتور، ربنا يخليك لينا. يا بنتي بس النفس ده مش معقول قوي. فجأة تشوف شغلها لو سمحت. اتفضلي يا بنتي اتفضلي، هاتي يا ماما هاتي. المهم شوفي بقى الأقدار لما تربز بقى معاكي وتقفلك كل الأبواب في وشك وتحبكالك على الآخر، تعطل فين بقى العربية؟ فين؟ في شارع بورسعيد. الدنيا زحمة درمغة، وشارع بورسعيد كله ما فيهوش غير بنزينة واحدة بس، وكمان ما فيهاش 92. لولا ربنا يكرمه سواق أصيل كده اتطوع إن هو يجيب لي جركن بنزين، اضطريت بقى إن أنا أستنى في قهوة حقيرة على ناصية الشارع. ما أقولكيش بقى يا دكتور، ريحة بشعة، مناظر فظيعة، صيع بلطجية. ده أنا شفت عيل صغير قد كده واقف. فندم. أيوة حمد. نعم. عالرعاية بعد إذنك وبسرعة. تمام. ما ينفعش يا فندم، صدقيني الدكتور الغريب ده من ساعة ما دخل الرعاية وسلوكه اتقلب 180 درجة، شخط في كل الناس وغير طقم التمريض ومنع أي حد يدخل غير اللي هو حدده من قبل حتى ما يشوف الحالة أو يكشف عليها. مش هو ده الراجل اللي أنا جبته في عربيتي أبدا، مستحيل.
ضغط يا سلام. مين اللي زاله الطريق ده كله؟ أنا يا دكتور، إحنا كنا بنحاول. ما كانش المفروض إننا نحاول، هي الأنجينا لما توصل للدرجة دي هينفع معاها أدوية؟ ما إحنا بعد ما عملنا القسطرة. يا سيدي وطي صوتك، أنا واقف قدامك مش واقف لك في البلكونة. أهمية على 70. الحالة دي ضيابتك؟ أيوة يا دكتور. مين اللي ظبط له السكر؟ أنا يا دكتور. جدع يا بنت. نكلم الدكتور محمد جلال. حاضر دكتور سليمان، هو حضرتك ناوي هنفتح؟ عندك حل تاني؟ في الحقيقة لا، بس قرار زي ده المفروض نبلغ بيه السيد وزير الصحة والقيادات، دي شخصية سياسية كبيرة والمفروض انهم يعرفوا كل حاجة. هيبك يا دكتور صفوت ان ذاكرتك ضعيفة قوي. يا سيدي انا جراح قلب، انا ما بفهمش في السياسة، انا ما بشوفش في البني ادم كله على بعضه غير قلب، لا بشوف كرنيهات ولا بشوف بطايق. انا اللي قدامي دلوقتي بني ادم شرايينه مسدوده وبيصارع الموت. لو استنيت بقى على ما حضراتكم تعملوا الاتصالات بتاعتكم وتكلموا القيادات والسياسات يكون الراجل ما يعني ايه هياخد قرار زي ده وينفذه من نفسه كده. وطلب تجهيز غرفه العمليات وبعت لدكتور التخدير. مش ممكن، دي عمليه قلب مفتوح يا صفوت، هو فاكر نفسه هيشيل زي ده؟ بعد اذنك يا دكتوره، انا بخلي مسؤوليتي من الكارثه اللي هتحصل دي. الراجل ده لو راح في ايده كلنا هنروح وراه. انا من رايي يا دكتوره ان سعادتك تتحركي بسرعه وتعملي اتصالاتك مع كافه الساده المسؤولين وتعرضي عليهم الموقف كله، والا ممكن يحصل. وعلى ايه القلق ده كله يا جماعه؟ والحل في ايدينا وعلى الابواب. تقصد ايه يا ياسر؟ الوحيد اللي يقدر يرفع عننا الحرج ويفصل في الازمه دي هو مساعد الوزير، والراجل قدامه 5 دقايق ويكون في الريسبشن. برافو عليك يا ياسر، تعبت عني ازاي دي؟ فعلا دكتور نبيل هو الوحيد اللي يقدر يدي الاوكي لسليمان او يسحب منه الحاله. اجري يا مصطفى بسرعه شوف دكتور سليمان بيعمل ايه وبلغني بكل خطوه بيخطيها. مساء الخير دكتور سليمان. بشحمه ولحمه وكرافطته كمان. حرام عليك يا دكتور، معقول تسيبنا الوقت ده كله في ظروف زي دي؟ حضرتك عليها هانم حرم معالي الوزير. أيوة أنا. مش ممكن، وأنا اللي كنت بقول لنفسي إن أنا راجل محظوظ علشان معايا زوجة حريصة جدا على جمالها ورشاقتها وشكلها الرقيق. الزمن بيكبر وهي ما بتكبرش، أتاري الوزراء في البلد دي واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجة حتى الستات. مرسي على ذوقك يا دكتور، بس انا كنت قلقانه طبعا ومتوتره وقلبك في رجليكي، والود ودك انك تاخدي معالي الوزير على دراعك وتطيري بيه على احسن مستشفى في لندن، صح؟ ونعم الوفاء والاخلاص والاصل الطيب يا هانم، اللي زي حضرتك دلوقتي بقول للاسف قليلين قوي. والعصفوره الجميله دي بنت حضرتك طبعا. ايوه هايدي. اهلا انا هايدي، ما شاء الله ملاك والله. سامحيني يا هانم، انا فعلا اتاخرت عليكم كتير قوي، بس غصب عني اعمل ايه، انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئه ضاعت مني بعد قصه حب كبيره قوي. بس بصراحه انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفائلت جدا واتطمنت على حاله معالي الوزير. طب واحنا ايه علاقتنا بحاله بابي؟ ازاي بقى، في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضو؟ علشان كده أنا هاخدكم دلوقتي حالا تبصوا على بابي 5 دقايق بس، أولا علشان تطمنوا عليه بنفسكم، وثانيا علشان نديله ابتسامة رقيقة حنينة من الوش اللي زي القمر ده. هو ده بيرفكت، أراهن إن الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية. عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظنا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليه هانم. حضرتك خديها قاعدة عامة، مفيش جراح قلب في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه،
ويفتح أوضة العمليات، ولا حتى يقبل إنه يجرحه بمشرط صغير قد كده. بيحاول إنه هو ساعتها يعفيه من أي ألم. بيقول خلاص كفاية عليه لحد كده، لأنه بيكون يائس من حالته. إنما إحنا ما شاء الله عرسنا جامد وزي الفل وقلبه يستحمل أي حاجة. الحمد لله على السلامة يا فندم. الدنيا منورة والله. ازيك يا دكتورة؟ بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي. ايه كبرتوا ولا استغنيتوا عن خدمات الوزارة؟ يا خبر ابيض، ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك. طمنيني، اخبار الوضع ايه؟ احسن الدنيا مقلوبة، ومكتب رئيس الوزراء كل شوية اتصل عايز معلومة جديدة. خير يا فندم ان شاء الله، الازمة استقرت والوضع احسن بكتير. ربنا يستر. اتفضل سيادتك. وهي الحالة فين دلوقتي؟ في العناية يا فندم، على ما ساعدتك تشرب قهوتك أكون بعت للدكتور سليمان. لا يا دكتورة من فضلك، بلغ الدكتور سليمان يرفع إيده من الحالة فورا. إزاي يا فندم؟ أمال إيه؟ إحنا رتبنا كل حاجة، من حسن الحظ إن البروفيسور بيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الأمم المتحدة، واكتشفنا من ساعتين بس إن الوفد رجع من غيره، لأنه قرر ياخد يومين سياحة، وهو دوت اللي أخرني عنكم. طب وبروفيسور بيتر فين؟ جاي في الطريق. يا ريت تبلغي حد من الدكاتره يكون في استقباله تحت. هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا اساتذه كبار مش قادرين يتحملوا المسؤوليه. اكيد حضرتك فهماني طبعا. فاهمه يا فندم. عايز كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت واي ريبورت انكتب يكون معايا قبل ما ادخل الرعايه. حاضر. دكتوره يا شيناس، انت فين يا بني ادم؟ ده وقت تختفي فيه. اختفي يا دكتوره؟ انا بتصل بسعادتك من الصبح وحضرتك مش راضيه ترد عليا. انا كنت عايز اقول خلاص تروح تشيك على الرعايه بسرعه، مش عايزه غلطه واحده فيها. دكتور نبيل عاوز يشوف الحاله بنفسه وتبعت لي ريبورتس والتحاليل كلها لحد ما اشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان. الله، واقف ليه يا بني ادم؟ ما تتحرك. عيت يا دكتوره؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح عشان أبلغ حضرتك إن الدكتور سليمان جهز غرفة العمليات وخدر الحالة. أنت قلت إيه؟ بقول لحضرتك دي مهزلة ومش ممكن تحصل في أي حتة في الدنيا. هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصية اللي تحت إيده، ولا خلاص عامل نفسه مش واخد باله؟ أنا بقول سعادتك تكلمه. أنا مش هكلمه يا دكتور ولا عايز أشوفه أساسا. هو مش لسه مخضر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور. يعني قدامه مش أقل من ساعة على ما يفكر يبتدي. لو دخل العمليات بشرفي لأقدم استقالتي. معقولة يا فاطمة؟ يعني 6 سنين تعليمي وسنة امتياز مدخلتيش عمليات خالص؟ يعني رجلك ما اتكعبلتش حتى في سيزاريان في لوز يا ستي؟ والله ابدا يا دكتور، المره الوحيده اللي دخلت فيها سكشن تشريح وقفت 3 ساعات وما شفتش غير ظهر واحده زميلتي. طبعا اكيد، يعني هتشوفي ايه لما هم موقفين الدفعه كلها على جثه واحده، البنات بتزق في بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي. والله حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالظبط. عارف طبعا، عارف كل حاجه، وعارف كمان ان انت جواكي حكيم شاطر، وعلشان كده انا بعتلك. ها بالنسبه للاعصاب تمام ولا هتقعي من طولك ونسيب الحاله ونتلخم فيك انت؟ هو حضرتك تقصد؟ ايوه يا ست بطه، اقصد هتحضري معايا العمليه دي، واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن سنين الكليه كلها. انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليك ويبارك فيك ويكرمك ايه ده ايه ده كل الشحاته دي؟ يلا بقى علشان تغيري هدومك وتعقمي. ها اغير رايي ولا ايه؟ لا حاضر. ربنا يوفقك يا بنتي يا بنت الخالي، الله يرحمك يا صلاح ويحسن لك. ايوه فندم طبعا، انا بنفسي جبت له بروفيسور من اشهر جراحين اوروبا، دكتور بيتر ويليام، أظن معاليك سمعت عنه. لا هو هيتابع الحالة مع كونسولتو من الدكاترة المتميزين. هطمن سعادتك لحظة بلحظة يا فندم. مع السلامة سعادتك.
تفضل حضرتك، تفضل 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 يا فندم، مع السلامة. أنا عايز حضرتك تطمني خالص، هي أزمة بسيطة وإن شاء الله هيقوم منها بالسلامة، وأرجو إنك تقبلي اعتذاري عن التصرف المفاجئ اللي عمله الدكتور سليمان. العفو دكتور نبيل، مفيش اعتذار ولا حاجة. عموما أنا عافيته من المهمة دي عشان أعرف أحاسبه على التصرف الغير مسؤول اللي عمله. حضرتك بتقصد أنهي تصرف؟ أنهي تصرف؟ القرار اللي خده بتجهيز الحالة للعمليات من غير ما ياخد موافقة. أيوة بس هو ما عملش حاجة غلط. مهما كانت كفاءته وقدرته، دي قواعد طبية ما فيهاش أي جدال يعليها هانم، وأنا ما قبلش فيها أي اعتذار. يا دكتور نبيل اسمعني، الدكتور سليمان هيعمل العملية لجوزي بناء على إقرار شخصي أنا كتبته وسلمته له بإيدي. مفيش عملية كورونري باي باس مضمونة 100%، لكن the patient عنده unstable liver، يعني في ريسك كبير لو حصل تخدير for a long time. طب وإيه العمل؟ ده الحالة اتخدرت فعلا. I can't do anything. كمان الإيكو والسي بي سي مش فيهم enough quality. كان لازم يكون في دقة أكتر من كده قبل السيرجري. ده حاجة عظيمة جدا. هو اليوم باين من أوله. دكتور نبيل أنا أسفة جدا. الدكتور سليمان دخل عمليات ولا لسه يا دكتورة؟ هما بلغوني إنه لسه مستني الأوكي من دكتور التخدير. الحقيقي من فضلك بسرعة، خليه يوقف العملية دي فورا، وخلي دكاترة التخدير يفوقوا الحالة بناء على أوامر مني أنا شخصيا، وإلا هحملكم مسؤولية جنائية مش هتستحمليها لا أنت ولا الدكتور سليمان العريني. حاضر يا فندم. سوري يا دكتور، أنا هخلي حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في ال... اكسكيوز مي دكتور نبيل، أنت من شوية قلت حاجة أنا عايز أتأكد منها. قلت إيه؟ دكتور سليمان؟ أيوة. What is his last name؟ العريني. ما هو ده الدكتور اللي... Oh my God، دكتور سليمان العريني is here in the hospital؟ متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة، أنا لسه مكلم دكتور الأوعية اللي هيدخل معاه أوضة العمليات وقال لي كده. هو حصل حاجة؟ نفس اللي أنا حذرتكم منه يا سي مصطفى، محدش بيسمع الكلام. فين الزفت الأسانسير؟ حالا جاية دكتورة حالا. ازيك يا ريس؟ مين دكتور؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا جدع؟ اهلا بيك. ها
احنا في الدهي. دخل. ايوه دكتورة من دقيقتين بالظبط. اتصلي بحكمة المناولة اللي معاهم، عايز اعرف ابتدى ولا لا. فيه ايه؟ محدش بيرد، بس حضرتك عارفه الدكتور ما بياخدش دقيقه في التعقيم وبيفتح في ثواني. بسم الله. لم سلك يا فؤاد، عيب انا مش صغير، انا النجم، انا الغنى في مصر، انت عارف كويس قوي مين هو نادر سمارة. على جزمتي يا حبيبي. ما تطلبش فؤاد، انت نسيت نفسك ولا ايه يا معفن؟ انا اللي معفن يا بيه يا زباله يا واطي يا حرام المزيكا حرام العرب. طب ورحمه امي لو ضحك في كل حته فيك يا وسط، وخلي الدنيا كلها تضحك عليك، ما بقاش نادر سماره، انما مسحت اسمك بقى استيكه من الدنيا كلها. تمسح مين يا واطي يا حرام؟ ما تشتغلش يا فؤاد. انت نسيت انا جايبك منين يالا؟ انا اللي عملتك واقدر اعمل 20 واحد من عينتك يا جربوع. تعالي هنا، رايحه فين؟ مين دي يا هدى؟ دي الانسه شهد يا فندم، اللي جايه من طرف الشيخ حسين، اللي قلت لحضرتك عليها لما افتكرت. عايز تغني يا شهد؟ لا ابدا، انا بس كنت جايه اتعرف على حضرتك، بس يظهر يعني ان الوقت مش مناسب. مالك انت خفتي مني ولا ايه؟ ما تخافيش، لا تعالي تعالي تعالي، انت حتى شكلك بقول حاجه كويسه. بعتيلي البوفيه يا هدى. حالا يا فندم. سوري يا دكتور، انا حاسس ان انت من ساعه ما سمعت اسم الدكتور سليمان العريني وانت منفعل جدا وعمال تتهمنا بحاجات غريبه. سوري دكتور نبيل، فورجيف مي، انا مش قصدي اهانه. مفيش داعي للاسف، انا بس عايز افهم رد فعلك، انت زعلان ولا فرحان ولا مخضوض؟ اوكي اي نيد ا مونيتور. وات دو يو مين؟ اي مين ا كمبيوتر. يس، موجود. اتفضل. كونكتد باي نت؟ يس شور. اتفضل. بليز جيف مي يور مايند فور ا فيو مينتس. انا مركز مع حضرتك جدا. الله الله يا استاذ فؤاد، حاسس بحضرتك معبر قوي. ميرسي يا حبيبتي. وانت كمان واضح ان ودنك حساسه وبتسمعي كويس. المطرب اللي بجد لازم يكون بيعرف يسمع قبل ما يكون بيعرف يغني. انا الحقيقه لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان انا قاعده في الاستوديو ده وبسمع حضرتك لايف كده يعني. طبعا ما بتشربيش. لا خالص. وده كمان كويس قوي، المفروض تحافظي على صوتك بكل قوتك يا شهد. يعني لا سجاير ولا خمره ولا سهر كتير. بس لما صوت يعجب حضرتك الاول. ايه الجمله الغريبه دي؟ يعني انا اسمي فؤاد عوني، الاسم ده مش محتاج انك تغني قدامه على المزيكا وتعملي قرار وجواب عشان يعرف صوتك حلو ولا وحش. بمجرد ما تتكلمي معايا 5 دقايق خلاص اعرف انت ايه وهتبقي ايه. معقوله الدكتور سليمان عمل الشغل ده كله؟ طب امتى وازاي؟ في فتره صغيره جدا زار فيها لندن وجنيف وميونخ from 5 years ago. لا بس ازاي الكلام ده مش معروف في الاوساط الطبيه او المجلات العلميه؟ هير ان ايجيبت ممكن يكون مش معروف عشان انتوا دكتور نبيل مش بتستغلوا اني ابيليتي في ايديكم، وكمان مش في ريال سنس ممكن تكتشفوا بيه مواهب كتير في البلد عندكم. دكتور سليمان از فيري سمبل، مش بيحب الميديا وكلام كتير كده، عشان كده هو مش فيموس عندكم. ريلي اي كانت بيليف ذات، ازاي يكون عندكم واحد زي دكتور سليمان and you ask me to give you any help. بس انت لسه قايل من شوية ان قرار الجراحة ده كان متسرع وفي خطورة على. انا شفت papers just paper، انا مش شفت live patients، وكمان انا مش كان عندي ثقة في جراح كرر surgery. لكن لما يكون اللي عمل ده واحد genius professor like دكتور سليمان العريني، who can say any comment about his opinion. للدرجة دي؟ جينيوس؟
جاهزة؟ أيوة جاهزة إن شاء الله يعني. طب أنا أفكرك تاني، الوصلة اللي هتخلص هنعمل ميكس بينها وبين اللي بعدها، وهسيبك ثواني لحد ما تركزي في المسب الجديد وتخشي معايا. طيب يعني لو جت حاجة في النص مش حافظاها؟ شاوريلي بإيدك كده وخلاص، وإياك تقطعي الشغل بالكلام. أوكي يلا بينا. الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان، عدي الحقنا يا جدعان. في ايه يا ابني مالك؟ على مهلك على مهلك. مش قادره خلاص. يا تقرب لك ايه؟ دي زبونه سعادتك وقعت على كبوت العربيه وانا داخل على اشاره النزهه، عماله تصرخ وتتلوى وحالتها صعبه، طلبت مني اوديها اقرب مستشفى، والجدعانه بتقول يعني ايه ده؟ ايه ده شويه انت مش هتخطب، هي اللي قالت لك تجيبها هنا؟ لا سعادتك انا قلت لها في مستشفى استثماري بعد شارعين، قالت لي اي حاجه. خلاص اسكت. ايوه حسام باشا، في حاله صعبه شويه، وقفت بتاكسي قدام باب المستشفى ودخلناها لاستقبال سعادتك. لا يا فندم لوحدها. هو بس الواد اللي معاه سواق التاكسي ده شكله مش مظبوط خالص. اوامر سعادتك يا باشا. تحت امرك يا فندم. خدوا منه الرخص والبطاقه وقعدوه شويه. رخص؟ ما دخلت كمين يا بيه ولا ايه؟ ايوه انا والله يا دكتور حاولت الحق الموقف بكل طاقتي، لكن للاسف الوقت كان. خلاص يا دكتوره خلاص، مفيش مجال للاسف والاعتذارات. دكتور سليمان اجبرنا على امر واقع، لابد نسلم له ونتعايش معاه الكام ساعة اللي جايين دول، وربنا يعديها على خير. هيعدوا إن شاء الله يا دكتور وهنطمن كلنا. دكتور بيتر I'm so sorry I really couldn't. No no never mind everything is okay. دكتور بيتر هو الوحيد اللي مش قلقان ولا معترض على اللي بيحصل، بالعكس ده بيعتبر إن وجود الدكتور سليمان ده من حسن حظنا. يعني امال حضرتك؟ معلش دي مفارقه وكومبليكيتد شويه، هبحكي لك عنها بعدين. المهم الدكتور بيتر عايز ياخد جوله كده عندك في المستشفى ويشوف المستوى والتقنيه الطبيه اللي عندك. بس كده ده شرف لينا يا فندم، انا كنت هقترح ده بنفسي بس لقيت ان الظرف مش مناسب وخفت اعطل دكتور بيتر. نيفر I'll wait until دكتور سليمان finishing his work. مش ممكن ضيع فرصه دي من غير ما اشوفه وسلم عليه. ده يا فندم قسم البطنة والأمراض المتوطنة، وإحنا خصصنا له دور بالكامل عشان الكثافة فيه عالية شوية. تفضلوا. تفضل يا بروف. بعد إذنكم ثواني بس. تفضلي. أيوة حسام بيه. لا تحت أمرك خير، في حاجة؟ ودخلت خلاص ولا؟ لا طبعاً. هم هيعرضوها على الدكتور فورا ولو احتاجت حجز هيحجزوها. لا يا حسام بيه ارجوك، انا معايا بروفيسور كبير من منظمه الصحه وبيلف في المستشفى، مش عايزه اي مفاجآت. لا لا حضرتك انا ما اقدرش احولها على مستشفى حكومي غير لما اعرف الحاله فيها ايه الاول. افرض حضرتك انها ماتت وهي بتخرج، الحكايه مش ناقصه اصلا.
بالظبط كده بالظبط. وانا هقول لهم يعملوا ايه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. في حاله طوارئ دخلت عندك دلوقتي، لو احتاجت حجز احجزها من غير تامين، وبقى استكمل اجراءاتك بعدين. وبعدين بقى في الليله السوداء دي يا ربي. اسمك ايه يا اموره؟ عبير. عبير فاروق. معاكي حد بره عبير؟ لا اصل انا استريح استريح ما تكلميش. خير يا دكتور؟ عندها ايه؟ اشتباه في زايده او حصوه في الكلى. ما تاخدش مسكنات وتعمل سونار وتحليل بول. امرك يا دكتور. معنى كلام حضرتك ان هي كده هتتحجز؟ اكيد طبعا، الكلام ده كله مش هيتم في الطوارئ. خد بالك يا فاطمة. مع حضرتك يا دكتور. براحة سامي، براحة براحة. يا مامي اهدي شوية، أنا أعصابي تعبت. مش معقول كده. لو سمحتي يا هايدي سيبيني في اللي انا فيه. ما هو توترك ده مش هيغير حاجه من اللي احنا فيه. دول قالوا مده العمليه مش اقل من 4 ساعات، ما فاتش منهم غير ساعه واحده. انا بقول توفري نصايحك الجميله دي وتروحي تقعدي في الاستراحه. علياء حبيبتي. انت فين يا سوسن؟ شفتي اللي حصل؟ انا قلبي مقبوض قوي مش عارفه اعمل ايه. ما تخافيش يا حبيبتي، هيخف والله وهيبقى زي الفل. انت ازاي علياء هانم تسيبيهم يعملوا العمليه هنا في مصر؟ هم الناس اللي هنا دول ما يعرفوش اللي جوه ده يبقى مين؟ ولا شاطرين يسفروا ممثلين ولاعيبه الكوره؟ ثم فين وزير الصحه؟ بالراحه شويه يا محسن، هي الناس ناقصه رعب. ومين محسن ده كمان؟ معرفش يا دكتوره، ده انا سمعت اسمه كده بالصدفه. بس بس بس، محسن الصواب ده اعز صديق لسياده الوزير. وزير الصحه؟ صحه مين يا دكتوره؟ الوزير اللي في غرفه العمليات. قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشعب؟ بس كده؟ ده رئيس مجلس اداره جريده الامل، وعنده قنوات فضائيه ومحطات وحاجات كتير قوي. خير يا دكتوره؟ ايه اللي حصل؟ يا خسارة مجهودك يا حسام بيه، 6 ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول أي دبانة من قبل ما تعرف أصلها وفصلها وحتى العيانين والحالات الحرجة. شوف بقى حضرتك هتعمل إيه في العنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأرض. خلص يا دكتور، في حالة مستديرة. يعني خلص؟ اتجننت ولا ايه؟ ثواني يبقى قدامي، مش عايز اقل ادب. حاضر يا دكتور. الله. يا سهام مش كده؟ يا مصيبتي، في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي يا علياء اهدي. اهدى. ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا زوزر، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا يا اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو استاذ جلال، انا عبير. عبير فاروق يا فندم، اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقت لي. قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا اصلي مشغول في غرفه الجورنال بتاع المطبعه. يا بنت انا اللي بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. ايه بتقول؟ ايه
ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان. هو احنا شويه، انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركه كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتوره كبيره شويه. وبصراحه كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكايه الفلوس دي خالص، انت كملي نمرتك وانت مطمنه على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفه وراح اتصرف. اكتب يا تامر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه عبد السلام، غرفه 307. بقولك يا عبير، انا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمه؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامه، ربنا يوفقك. بقولك يا تامر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحه الثالثه فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في مستشفى العريني، والاخبار هتوصلنا خلال ساعات. اخبار ايه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ اوعى تكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق بيه اسمه في صفحه الحوادث. معقوله تكون ضابط مهم في الداخليه وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه، انا بس كنت عايز اطمن ان حضرتك مقدر خطوره الموقف. انا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياه والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العمليه دكتور مهايبر متدروش دماغه سارحه في 600 حاجه. هو انا ما اعرفش سليمان العريني؟ الحاله ديابيتك والشرايين كمان وحشه، عشان كده لازم نبص تتاخد بحرص قوي. مش كده ولا ايه يا ريس؟ مظبوط يا دكتور. أهم حاجة في الأحوال اللي زي دي تاخد الغرزة بحرص قوي، وما تاكليش سمك ولا بيض، وعدي عليها كمان 3 أيام. خلاص. الله عليك، تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الاجانب في المستشفى وسايبه وزير من اهم الوزراء في البلد تحت رحمه واحد مختل في العمليات. اقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجه لكون فضحهم في كل حته، ومقدم استجواب لوزير الصحه في المجلس، وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضويه النقابه من كل الدكاتره بما فيهم الدكتور سليمان. Is this Dr. Irene's office? Yes, Asli, Doctor كان امبارح. Excuse me? Do you hear something? Yes? From here. What's this? Oh, Lord! A pigeon? Beautiful pigeon! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شويه يا جماعه قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. حلو قوي الشغل ده. برافو يا شاه. بجد يا استاذ فؤاد؟ هو في هزار في الشغل يا بنت؟ شغل؟ قصدي حضرتك ان انا بعدين هنرتبها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي. بس لازم تكوني بتعرفي تلعبي حاجه. انا ما احبش المطرب اللي بيردد زي البغبغان كده من غير ما انا اوريدي بلعب بيانو.
هاي اللي اتعلمتيه فين ده؟ اتعلمته من بابا، هو صحيح جراح قلب بس بيعزف حلو قوي. تحب حضرتك اني اعزف لك حاجه دلوقتي؟ على الاورج ممكن؟ اه طبعا ممكن، بس يا ريت حاجه صغيره عشان انا مرتبط بميعاد. اوكي حاضر. دكتور سليمان طمني، نعمل معروف، عملتي ايه؟ ساكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول، عمل ايه؟ نجحت؟ نجحت، بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الحمد لله الحمد لله. عليا هانم، عليا هانم، معلش انا لازم انا بحضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الاول خالص. انا عايز انبه حضرتك، ممكن اول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك ثلاثة. شايفه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه مالك؟ السكرتيره روحت ومفيش حد هنا غير انا وانت. سكرتيرتي ايه وبتاع؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز ايه؟ عاوز اكفيك على السهره الحلوه دي، عايز اديكي فرصه ما حدش هيديها لك غير فؤاد عوني. اوعى سيبني، سيبني بقول لك. سيبني؟ اسيبك ده ايه؟ هو انا استحملت الوش والصداع اللي انت عملته لي ده كله عشان في الاخر اسيبك ارضيحي كده؟ انت حيوان وسافل وقطع انسان شفته في حياتي، انت ما تستاهلش تكون طبال، مش ملحن. ايه اللي انت بتقوله ده يا محسن بيه؟ مش انا بس اللي بقول يا دكتوره، كل بني ادم اتعامل مع الدكتور سليمان عارفه كويس قوي ويقدر يقول لك اللي بقوله لك ده حرف حرف. والمكان اللي احنا موجودين فيه ده شهادة رسمية على طبيعته الغريبة واسلوبه العجيب. مش ده برضو مكتب سليمان العريني؟ مظاهر عمرها ما كانت دليل على الكفاءة العلمية يا محسن بيه، ويكفي الدكتور سليمان فخر ان طول مدة شغله بالجراحة ما صادش منه غير عمليتين بس ولأسباب قدرية كمان، واسأل عنه الأجانب. أنا لا يمكن أسكت على الإهانة البشعة دي، والعلم حضرتك وزير الصحة بنفسه هو اللي اتصل من ألمانيا وطلب تحويل الحالة على الدكتور سليمان العريني. ومين قال لحضرتك إن وزير الصحة مش مسؤول هو كمان على اللي بيحصل دلوقتي؟ وحضرتك بكرة تتفرجي أنا هعمل إيه في الجلسة اللي جاية. وأنا كمان ليا اتصالات يا محسن بيه، وأعرف أخد حقي كويس قوي. نجحت يا دكتورة العملية، نجحت. نجحت. غبية انت، ده علي خديني من هنا بسرعة، انا اتبهدلت، هموني اتبهدلت قوي. طيب مش قلب ومفتاحه ومالك ايديك ونساه صباحه يسلعك. ايه يا بط؟ ها الاخبار؟ حضرتك دكتور عبقري والله العظيم، عبقري. لا بقول لك ايه بقى، سيبك من عبقري وجمبري وكلام السيمة ده، المهم طمنيني، ها استفدنا من الكام ساعة دول ولا خرجنا زي ما دخلنا؟ معقول يا دكتور؟ ده انا اتعلمت واستمتعت وهصلي ركعتين شكر لله على الفرصة الرهيبة دي. الحمد لله. ألف مبروك يا دكتور. وأنت من أهله يا سيدي. إيه يا إخوانا، ألف مبروك، ألف مبروك. إيه وأنا راجع من حجاز. إكسلنت يا دكتور سليمان. 3 ساعات ونص بس أوبن هارت سيرجري. دي إيه الشطارة دي كلها يا دكتور؟ ميرسي قوي يا دكتور صفر. بس الحقيقه هي مش شطاره مني ولا حاجه، انا اصلي كان ورايا ميعاد مهم كده، قلت اخلص الجراحه بسرعه بسرعه والحقه. اعرفك بقى بنتنا العزيزه احدث عضو معانا هنا في المستشفى، الدكتوره فاطمه الفرجاني. طب انا راضي بذمتك يا دكتور، مش خساره دي في الجراحه، دي كان المفروض انها تتخصص عيون تجميل، يعني حاجه سمباتيك كده. فرصه سعيده جدا يا دكتوره فاطمه. انا اسعد يا دكتور. بعد اذنك. اتفضل 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 اتفضل. بنفس الموت
بس غلبان والله، ولو فتحت صدره هتلاقي قلب خصايا بس مزز شوية. هو حضرتك عندك معاد فعلا؟ عسل انت يا بطة والله عسل. بقولك ايه، عارفة الأنسة رندا السمرة الأمورة دي؟ طبعا. خليها تطلع لك عربية توصلك علشان الوقت اتأخر. تمام. اوعي تنسي تسلمي لي على جدك شديد السلام. حاضر يا دكتور، انا متشكره قوي قوي قوي. يلا مع السلامه. القهوه يا بار، ويا مين يقول لي قهوه. انا عبير. انت ايه اللي قومك من سريرك؟ ما انا لقيت نفسي كويسه قلت امشي رجلي شويه، ماليش انا بقى في قعده السرير وكده يعني. بس احنا يا حبيبتي لسه هنعلق لك محاليل عشان الضغط العالي اللي عندك. لا ما انا اصلا ضغطي عالي كده على طول، انت عارفه بقى القرف ونكد الشغل ومشاكل ده. حتى كلموني قالوا لي في واحده قريبتي رجلها اتكسرت وجت هنا عندكم في قسم جراحه العظام، قلت بقى ابص عليها بالمره. هو الاسانسير منين؟ شكرا، السلام عليكم. بدور عليه في المستشفى، ده ولد طفل صغير اللي محدش قادر يسيطر عليه. ما تقلقيش يا دكتوره هيظهر حالا. عم احمد شفتش دكتور سليمان؟ لمحته داخل البوفيه. اتفضل يا ستي. راح البوفيه يعمل ايه؟ انا مش فاهمه. اكيد بياخد قهوه في التراث. ما حضرتك عارفه ايه اللي بيحصل بعد كل عمليه؟ ما عشان عارفه اللي بيحصل عايزين نلحقه قبل ما يطير ومحدش يقدر يجيبه. اتفضل. ميت مرة قلت لك قهوتك تشربها في مكتبك. يا سليمان حرام عليك، أنا تعبت. أوه يا شيناس بقى، وأنا قلت لك 200,000 مرة أنا بتخنق يا ستي من الكبسة بتاعت الحيطان والبيبان المقفلة. إيه يا شيناس، أفطس يعني وأروح فيها علشان تستريحي؟ لو على إيه تتعب نفسك؟ أنا اللي شكلي هعملها قريب قوي عشان أرتاح من شغل البهلوانات بتاعك ده. صعب. تقول إيه؟ بقول إخص عليك يا حبيبتي. ده كلام برضو. يعني أهون عليكي تسيبيني محروم بعدك تايه في الدنيا لوحدي؟ ده ناقص توهان أكتر من كده. يلا يا سليمان، في ضيف مهم عاوز يشوفك. يلا يا شيناز. لحظة الله. اتفضلي. يا دكتور فادي، ازيك يا هناء؟ ازيك يا دكتور. الله، أمال فين بنت نور؟ نور جميل، نجوى بتاعت البوفيه. سليمان انا مش ناقصه ارهاق عصبي اكتر من كده، كفايه اللي حصل فيا الليله دي. ايه يا شيناز، مش اسمها نجوى برضو ولا بفتري عليها؟ سليمان ركز شويه بقى. بقول لك في ضيف مهم جدا قاعد مع مساعد الوزير ومستنينك من بدري. تقول لي نوجه بتاعت البوفيه؟ طب يلا انت اللي معطله. ايه انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا يا باشا، بقول لحضرتك انا شايفاها بعينيا دول وهي واقفه في الكوريدور بتاع مراد الوزير ومستخبيه في جنب كده ومعاها كاميرا الموبايل عماله تصور بنت الوزير ومراته والراجل اللي معاهم بتاع مجلس الشعب. يا بنت الايه؟ ايوه حسن باشا، البنت يا فندم اللي دخلت من شويه مع سواق التاكسي. لا يا فندم، حاله ايه وطوارئ ايه بس؟ دي صحفيه سعادتك استعملتنا كلنا وعملت الفيلم ده كله علشان تدخل. يا سلام. طب فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ انت مش هتبطل الاستخفاف الرزل بتاعك ده؟ في دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقه البشعه دي؟ ده انت ولا كانك قاعد على الرصيف. وحمامه يا سليمان، حاطط في مكتبك حمامه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه بس يا شيناز؟ ادخلها معايا العمليات؟ اسكت اسكت، ما تعفرطنيش. نخلص بس من الليله السودا اللي احنا فيها دي الاول وبعدين نبقى نتحاسب في البيت. المهم دلوقتي من فضلك حاول تسيطر على لسانك وتختار ألفاظك كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس، وأرجوك بلاش التعبيرات اللوكل اللي انت بتحدفها زي الطوبة دي. ممكن أسأل حضرتك سؤال صغنطر قوي قد كده؟ هو مين دي؟ الحالة اللي حضرتك صممت تدخليها الطوارئ يا دكتورة، طلعت صحفية شاطرة. صحفية؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في أي ريحة وحشة بشمها؟ ريحة وحشة يعني ايه حضرتك؟ انت تخلصي خالص وتتفضلي معاها من سكات. حاضر.
ثواني يا حسام بيه. خير يا دكتور؟ الحظر والتعتيم اللي حضرتك كنت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم. معالي الوزير كان في حالة حرجة وكان رائد من الحياة والموت، وطبعا أي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة إعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات ملهاش أي لازمة. مظبوط، بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما. الحمد لله العملية نجحت، وده طبعا بتوفيق من ربنا، والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل و24 قراط. وبكرة الصبح بإذن الله هتلاقي بوكيهات الورد وبرقيات التهنئة نازلة ترف على أوضة معالي الوزير زي المطر. يا ساتر المقدم، مصر دي عاملة زي أي قرية صغيرة في الفلاحين. الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا، واخد بالك يا دكتورة، حريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها. بدليل ان قطة مخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبل انا شخصيا مخرج من العمليات. يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نأذي بنت عبيطه زي دي، واخد بال سعادتك، بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانه لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافاه 50-60 جنيه. كلام سعادتك سليم 100%، بس حضرتك نسيت حاجه صغيره قوي. حاجه ايه؟ حقي وحق الضابط اللي هي استغفلته واتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالظبط. افرط فيه بسهوله كده واعمل منه البانه في بق الممرضات وعمال المستشفى؟ يا سلام عليك بقى حسحس بيه، ما احنا ياما استغفلنا مدير المدرسه علشان ننط من على السور، وياما استغفلنا ابهاتنا علشان نشرب سيجارتين في الحمام، وياما استغفلنا حرس الجامعة عشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو. اوعى تقول لي ما حصل. طب بذمتك ودينك يا شيخ، انت ما كنتش بتزوغ من كلية الشرطة وتروح جامعة عين شمس عشان تقابل اسمها؟ اقول لك بذمتك، طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ ربابة يا دكتور. يا حسام بيه، هو الشباب يبقى شباب ابدا غير طيش وتهور ونط من على السور؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور بصراحه. قول براءه بقى يا اخي، وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانه بنجاح عمليه الوزير بتاعك ده. الله، وانت بتشتغلي في انهي داهيه يا مفعوصه انت؟ لسه ما اشتغلتش والله يا دكتور، ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجه النهارده كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريده المستقبل انه يمرني عنده ويديني اي كارنيه. اتفضل يا سيدي. يا باشا، اصل احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس. خلاص يا دكتور، براءه المره دي عشان خاطرك، وانت لو شفت وشك في حته تاني هبطلها. خلاص هبطل مهنه الصحافه دي خالص، انا شفت منها غير الهم ووجع القلب. ما تشغلني عندك ممرضه يا دكتور، ده انا حتى شاطره وخفيفه وبعرف ادي قبل. ابراهيم، خدها من قدامي دلوقتي الاحسن ورب الكعبه بقى. النبي ما انت حالف. السلام عليكم. بعد اذنكم. مع الف سلامه يا فندم، شرفت وانست خطوه عزيزه. خلصت المرافعه يا مترو وخدت البراءه؟ ممكن بقى نتحرك ونلحق الناس اللي هيتخانقوا جوه في الاوضه دول. شهنوستي حبيبتي، ممكن من فضلك تعفيني انا من موضوع الضيوف ده؟ يروبك سوا فيا. هتهرج يا سليمان؟ هتهرج؟ لا يا شهناز، مش بهرج، انا بكلمك بجد. الله، انا خلاص اتخنقت، تعبت، مش قادر اقعد ولا دقيقه واحده هنا. يعني لازم اجي لك بنفسي عشان اهنيك وارفع لك القبعه؟ ايه يا بروف؟ يا مس، هو دكتور سليمان هيروح امتى؟ نعم، قصدي يعني يخرج امتى من المستشفى؟ اصل عايز اساله على حاجه مهمه. اه،
والله الدكتور متعود بعد كل عملية بيشرب القهوة بتاعته وبيمشي على طول، بس ما اعتقدش ان لدي فيها خروج لان الوضع يعني زي ما انت شايف. طبعا مفهوم. السلام عليكم. في دي بقى عندك حق 100% يا دكتور نبيل، بس انا المره الجايه هعمل حاجه احسن من كده شويه. هتعمل ايه؟ هعلق على المكتب يافطه بتقول حكيم وفرارجي. You know what professor, I believe we have met before long time ago maybe, I just can't remember. I remember professor. Rome. Oh, certainly, Rome. Rome Conference, Spring 1998, correct? Exactly. I am so glad for this meeting with Professor Reni. You are really a brilliant professor. وعندك دماغ حلوة قوي. إيه؟ مش ممكن. سمعت دي يا دكتور نبيل؟ بيقول لك عندك دماغ حلوة قوي. ناس يقول لي دماغك عالية ومزاجك فلالي. انت اتعلمت العربي فين يا بروفيسور؟ حبيبي انا امي مصريه وانا عشت في الكسندريا. عشان كده. شفت يا عم نبيل؟ جالك كلامي؟ جبت انا حاجه من عندي اهو، طلع من بحري وبنحبوه. انا اصلي يا دكتوره القط المصري، ولو كان واقف في طابور عيش في البانيا. على فكرة بقى بروفيسور، أنا شكلي كده ما قابلتكش في روما ولا حاجة. أمال فين؟ شفتك واقف أنت والست الوالدة على الإمة في الأنفوشي. أنا بصراحة تعبت قوي وجبت جاز يا بروف. طيب أنا مبسوط جدا جدا إن أنا شفتك تاني يا بروفيسور. وأنا كمان. طيب سلامة بولبول. باي باي حبيبتي. ده ماشي فعلا. وانا تزو على خير يا ابو السيد. يا دكتور سلام يا اولاد. النهارده مش حاجه خالص. السلام عليكم. الف سلامه يا دكتور. يا جدع نزل ايدك، نزل ايدك. ايه الهبل ده؟ ايه انت واقف قدام مديريه الامن؟ خلاص كلكم اتعديتوا بالفيلم البوليسي اللي عشناه النهارده. بقول لك ايه يا دنيا؟ أول ما تشوفي رندا قولي لها تاخد الكرتونة اللي في مكتبي وتديها لعزة السواق، هو عارف هيوديها فين. حاضر يا دكتور. يلا سلام. مفيش فايدة. تصبحوا على خير يا رجالة. والله براو والله براو شباك حبيبي طراو آخر طراو والله براو. دكتور سليمان معلش سامحني، أنا كنت عايز أشكر حضرتك على اللي عملته معايا، وكنت عايز أقول لك كمان إن أنا. أنت إيه؟ أنت جهلة وغبية وما عندكيش ريحة الدم. أنا يا دكتور؟ أيوة أنت. أنت وكل اللي بيشتغلوا في الملعونة دي اللي اسمها الصحافة، أنتوا إيه حكايتكم بالظبط؟ إيه؟ ماضيين يعني عقد شراكة مع شبح المرض والموت؟ مفيش حاجة في الدنيا بتلفت نظركم غير المصايب والفضايح وأوجاع الناس. الراجل بيموت وأهله غرقانين في دوامة رعب ومش قادرين يقفوا على رجليهم، وانتوا كل اللي هممكم مين اللي يسرق قبل التاني الخبر العظيم ده ويزفوا للدنيا على طبلة وطار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هو ده سليمان العريمي، أغرب تركيبة بشرية خلقها ربنا سبحانه وتعالى.